أنا من طرف العريس، بستاهل إنكم تضيفوني ما هيك؟ إيه أكيد، بس أنا اللي رح ضيفك. كل واحد بتصر له فرصة. نحن أجينا من مكان كتير بعيد. ورح ناخد معنا البنت كمان. روحي استقبلي الضيوف مع أهلي، أنا بهتم بدالجيت. يلا أي شي بيحكي دالجيت ماله مهم، لا ترد عليه. بوعدك إني رح ضل ساكت. ليكي، سبق وعدتك إني ما رح أحكي. يلا تفضل. عيلتي كلها موجودة هون، يمكن يحتاجوني هلا. استنى، ما أنا قصة كبيرة، رح ناخد إذن منهم. إيه؟ خالتي، الحقيقة من بعد إذنك أنا كنت بدي أحكي مع دالجيت، في شغل كتير مهم وبدي أحكي معه شوي عن فراد. ماما ما حنطول، يلا. وين رايحين هلا؟ بدي احكي معك كلمتين لحالنا. يلا خلينا نقعد ونحكي. تفضل. ارتاح هون شوي. انت لهلا ما بطلت عادة الطعن بالظهر يا رنفير. اللي لوين بدك توصل بتصرفك هاد؟ أنا ما بدي أوصل لمكان، وشو ما كان اللي بدك توصل له ما راح أسمح لك تعمله. أنا بعرف إنه بحاجة الزواج، بحاجة الزواج راح تحاول تحكي مع صايبة وتتقرب منها شوي، وهالشي مو منيح بالنسبة لحماتي. لا أنت ولا أي قوة بهالعالم تقدر تبعدني عن البنت اللي بحبها. صايبة إلي ومو أنت اللي بتغير هذا الشي. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.